الآية التي وردت في سفر الجامعة نهاية أمر خير من بدايته. طبعاً في وقت الصلب كان كل شيء كئيب، والتلامذة كانوا خايفين ومرعوبين ومقفول عليهم في العلية ومش قادرين يوروا وشهم للناس، وكانوا مضطربين وتعبانين ازاي المسيح يموت وايه الاهانات دي. وكانت الكنيسة في بؤس شديد. لما قامت القيامة نهت الموضوع ده كله وتحول الحزن إلى فرح، وتحول الخوف إلى شجاعة، وانطبقت الآية التي تقول نهاية أمر خير من بدايته. دايما في كل وقت الواحد ممكن يسأل نفسه ما نهاية هذا الأمر، لأن النهاية أهم من البداية، النهاية أهم من البداية. لأن يا ناس بدوا بداية طيبة وانتهوا بنهاية وحشة، وناس بدأوا ببداية وحشة وانتهوا بنهاية طيبة، زي مثلا قصص التائبين. أغسطينوس بداية سيئة، موسى الأسود بداية سيئة، بيلاجيا، مريم القبطية، سارة، كلها كانت بدايات غير طيبة، لكن نهاية أمر خير من بدايته. المهم أن انتهى أمر كل هؤلاء بالتوبة، وتحول الجميع إلى قديسين وقديسات، وأصبح عندنا القديس أغسطينوس، القديس موسى الأسود، القديسة بيلاجيا، القديسة مريم القبطية، القديسة سارة. نهاية أمر خير من بدايته. لكن المهم أن النهاية تكون نهاية طيبة. فديماس ابتدى بداية طيبة وانتهى نهاية وحشة، وبولس الرسول قال ديماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر، وقيل أنه رجع للوثنية مرة أخرى، وقال كثيرون من الذين كنت أذكرهم لكم أذكرهم الآن وأنا باكي، وقد صاروا أعداء صليب المسيح الذين فخرهم في خزيهم وإلههم بطنهم الذين يحبون الأرضيات. فلما بنقول نهاية أمر خير من بدايته معناها نقصد النهاية الطيبة، الحاجة اللي تنتهي بنهاية طيبة. يعني مثلا يوسف الصديق كانت بداية حياته وخدمته وقصته الأساسية بداية سيئة جدا، في آلام وضيقات لا توصف. إخواته خانوه، باعوه كعبد، رموه في بير، اشتغل خادم عند فوطيفار، دبرت ضده تهمة ظلم ورديئة، اترمى في السجن، طالت مدته في السجن، لكن المهم انه انتهى نهاية طيبة، وربنا مسح كل دمعة من عينيه وعوضه عن ايام الذل، وصار ابا لفرعون وسيدا لكل بيته وحاكما لمصر، وأخواته جولوا واعتذروا له وسجدوا ما بين يديه. نهاية أمر خير من بدايته. دايما الواحد عليه يبحث النهاية تبقى إيه، النهاية تبقى إيه.
يعني خدوا مثال آخر، الثلاثة فتية ودانيال النبي، الثلاثة فتية اترموا في أتون النار ودانيال النبي اترمى في جب الأسود، لكن كيف كانت النهاية؟ الثلاث فتية لم يضرهم، لم تضرهم لا النار ولا اللهيب ولا حتى ريحة النار جت في ملابسهم ولا في شعرهم، ومشي معاهم ابن الله في أتون النار، ودانيال النبي الله أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود، نهاية طيبة. ولذلك كل إنسان حتى في آلامه وفي ضيقاته يقول مسيرها تنتهي وربنا هيجيب نهاية طيبة إن شاء الله. مش المهم الألم الحاضر، المهم النهاية اللي ينتهي بيه. طب ما كل الشهداء قابلوا آلام لا تطاق وعذابات لا تطاق، لكن كيف انتهت حياتهم؟ بالأمجاد، بالأكاليل، بالمعجزات اللي حدثت ليهم، بنعمة ربنا، بستره وبحفظه. ما تفكرش أبدا إذا جات لك ضيقة أو جالك تعب، ما تفكرش في الضيقة والتعب، إنما أقول نهاية أمر خير من بدايته. ربنا لابد هينهيها على خير. ثم أيوب الصديق وقع في آلام كثيرة وحسد الشيطان والبيت اتخرب والعيال ماتوا والثروة ضاعت والصحة نفسها ضاعت والكرامة ضاعت حتى الخدم بتوعه. بيقول إن خادمي يعني بدعوه ما بيردش علي بصوتي تضرعت إليه، حتى رائحته أصبحت كريهة في عند امرأته. ولكن كيف انتهت الحكاية؟ نهاية أمر خير من بدايته. ربنا افتقد أيوب ورجع له صحته ورجع له المال وجاب له عيال وعاش ضعف ما عاش وكل شيء بقى مظبوط. لما ننظر لآلام الجلجسة وآلام الصليب والإهانات والشتيمة والضرب ما نفكرش فيها، نقول نهاية أمر خير من بدايته. أنتوا دلوقتي حزانة لأن هفارقكم، هكذا قال المسيح للتلاميذ، ما تخافوش أنا سأراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم، وتبقى النهاية خير من البداية. دايما فكروا في كده، سواء بالنسبة لأنفسكم أو بالنسبة لأصحابكم أو أقربائكم أو بالنسبة للكنيسة كلها. نحميا كان متألما جدا من أجل أن أسوار أورشليم كانت مهدمة وأبوابها محروقة بالنار، وقعد مكمد الوجه، والملك قال له مالك؟ عمري ما بشوفك كده. قال له مدينة أبائي، ماذا كانت الطريقة؟ رجع وبنى أسوار أورشليم، وربنا كانت إيده معاه وكل أمر انتهى طيب، وأرجعوا الطقوس القديمة وصلحوا الفساد الموجود هو وعزرا الكاهن، ونهاية أمر كانت خيرا من بدايته. القصص كثيرة من هذا النوع. يعني يجي واحد يبص ليونان النبي ويقول لي يونان انت هربت من وجه الله وسببت تعب للسفينة وأهلها وخربت عليهم الجو ورموا الحاجات في البحر وجرى اللي جرى. معلش، نهاية أمر خير من بدايته. رجع يونان وطاوع أمر ربنا وربنا نسيله القديم، زي ما نسي لأهل نينوى القديم، وفي ظل التوبة الجديدة
ربنا ما حاسبش على الخطية القديمة. هي دي اللي نهاية أمر خير من بدايته. حتى في حياة الناس كلها تلاقوا في السمكسار يجيبوا يوم النياح أو يوم الاستشهاد عملاً بقول الكتاب انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. ما يهمناش الواحد اتولد ازاي، لكن يهمنا انتهى ازاي. قليل اللي السمكسار بيتكلم على ولادتهم كالعذراء مريم ويوحنا المعمدان والقديس الأنبا شنود الرئيس المتوحدين، قليل اللي بيتكلم على ميلادهم أو التبشير به. لكن المهم في نهاية السيرة، لأن نهاية أمر خير من بدايته. الحكاية تمشي إزاي؟ يعني صديق ليك يعيش مخلص ليك طول عمره، يجي في الآخر يخونك، يبقى نهاية مش طيبة. بالعكس، واحد بيكون ماشي غلط معاك ويرجع يعتذر لك، تقول له النهاية طيبة. دايما الواحد ينظر إلى هذه النهاية لأنها أهم كل حاجة. مرة أرمية النبي عاتب ربنا. أرمية النبي إيه؟ عاتب ربنا وقال له: أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. ونفس السؤال وجهه أيضا داود النبي في مزاميره كثيرا. والإجابة واضحة، المهم في النهاية. لما القديس أغسطينوس اتكلم عن هؤلاء الناس قال دول زي الدخان، الدخان يرتفع لفوق، يفضل يرتفع 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 وتتسع رقعته، وفيما يرتفع يتبدد، وفيما تتسع رقعته يتبدد، وبعدين تدور على الدخان ما تلاقيهوش، بينما النار موجودة تحت ما بترتفعش زي الدخان، لكنها قاعدة في كرامتها لا تتبدد كما يتبدد الدخان. نهاية أمر خير من بدايته. إذا وجدت إنسان منفوخ على الآخر ومتعظم على الآخر وبيلخبط على الآخر، قول المهم في النهاية هينتهي على إيه. ما تتضايقش دلوقتي من اللي حاصل، فكر النهاية تبقى إيه، فكر النهاية تبقى إيه، لأن ده المهم. وحتى كل إنسان يمشي في طريق، ياريت يفكر في الطريق نهايته تبقى إيه، مش إزاي يبتدي طريق، نهاية الحكاية دي تبقى إيه. زي بنت مثلا ترتبط عاطفيا بشاب من الشبان مش هتقدر تتجوزه، لاختلاف في الدين، لاختلاف في الوسط الاجتماعي، لاختلاف في حاجات كتيرة خالص. أو واحدة تحب واحد بتجوز. المهم الواحد يسأل نفسه نهاية القصة دي تودي على فين، نهاية العلاقة دي تودي على فين. نهاية الأمر أهم من بدايته. وحكيم هو الإنسان اللي ينظر للنهاية من أول البداية، يشوف السكة دي توصل لفين. إن ما كانتش توصل فبلاش منها، لأن نهاية الأمر أهم من البداية. البداية ممكن تحصل أي حاجة،
في أي علاقة، في قصة زواج، يا ما اتنين بيحبوا بعض وبيتجوزوا وبعد كم سنة يفكروا يطلقوا. الله، النهاية، النهاية تنتهي على إيه؟ واحدة فرحانة أنها تلبس الفستان الأبيض وتاخد أي واحد أيا كان، بس المهم تبقى زوجة وليها بيت وليها شقة وليها فستان أبيض وليها صورة ونهاية الأمر يوصل لفين؟ يوصل لفين؟ بيقول نهاية أمر خير من بدايته. حتى لما الناس بيجوا يسمعوا أي قصة أو أي رواية أو أي حكاية دايما بيسأل انتهت على إيه؟ واحد يكلمك يقول لك حصل حصل حصل، تقول له وبعدين انتهى على إيه؟ بكل شغف، لأن يهمك الحكاية دي. وإن طول كتير تقول له نهايته، نهايته يعني الحكاية تنتهي على إيه؟ لأن المهم في نهاية أمر. ولد ياخد مخدرات ولا ياخد سجاير وينبسط كده يقول لك أنا منسجم. منسجم؟ أهلا وسهلا يا حضرة المنسجم. المهمة هتنتهي على إيه؟ انسجامك ده هيوصلك على فين؟ نهاية أمر خير من بدايته. احنا عايزين في كل موضوع، في كل علاقة، نشوف النهاية ايه. واحد يكلمك كلمة ينرفزك تقول انا هرد. هترد ده ممكن كل واحد يعرف يرد، لكن الرد بتاعك نهايته ايه؟ يوصلك على فين؟ يقول لك فلان ده انا اديله قلمين. ممكن، مش صعب، تقدر تقابل اي واحد تدي له قلمين، لكن بعد ما تدي له قلمين توصلك على فين؟ الحكايه مش حكايه القلمين، حكايه توصل على فين، تروح فين. واحد يقول فلانه دي اختي ولا قريبتي غلطت انا هقتلها. اقتل، وبعد ما تقتلها يجرأ ايه؟ توصل لفين؟ تتعدم، تتشنق، تروح جهنم نتيجة القتل. ما ربنا مدي حرية لكل إنسان يعمل زي ما عايز، لكن المهم نهاية أمر. نهاية الأمر ده إيه؟ ولذلك الإنسان الحكيم يفكر في العواقب ويفكر في النهاية قبل ما يبتدي، يفكر في كل تصرف نهايته تبقى إيه، يفكر في كل كلمة يقولها نهايتها تبقى إيه، يفكر في كل خناقة يعملها نهايتها تبقى إيه، يفكر في كل سوء تفاهم نهايته تبقى إيه. المهم النهاية توصل لفين. لكن واحد يمشي كده أي بداية، ممكن أي بداية ده ممكن، ممكن لكل واحد، لكن كيف تكون النهاية؟ وحكيم الإنسان اللي يفكر في نهاية الحياة نفسها، نهاية الحياة نفسها تبقى إيه؟ لأن بيقول لك الموت ده نهاية كل حي. داود النبي يقول عرفني يا رب نهايتي، عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل. القديس الأنبا أرسنيوس الكبير ك
كان وضع أمامه هذه النهاية منذ أن دخل إلى الرهبنة، وضع أمامه هذه النهاية، وضع أمامه كيف يلاقي الله، لأن دي نهاية كل حي. يوصل لحد فين دي؟ القديس أنطونيوس الكبير وضع هذه النهاية كمبدأ حياته الرهبانية. لما بص لقى أبوه ميت قصاده، قال له فين العظمة بتاعتك وفين قوتك وفين سلطانك وفين غناك؟ أنت خرجت من العالم بغير إرادتك، وأنا أريد أن أخرج من العالم بإرادتي قبل أن يخرجونني كارها. وضع هذه النهاية أمامه، جعل النهاية هي نقطة البداية، لأن ما يقدرش ينكرها، هي هتنتهي هتنتهي، بس تنتهي إيه؟ يشوف إزاي، كيف سيقف الإنسان أمام الله. إن كانت النهاية بالنسبة لكل إنسان هي الموت، يفكر يموت إزاي؟ كلمة لطيفة موجودة في سفر العدد، يقول إيه؟ فلتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. في ناس يموتوا تبص تلاقي الأوضة مليانة ريحة بخور، تلاقي نور موجود، تلاقي يشوف رؤى ومناظر تعزيه وتريحه قبل ما يموت، تلاقي وهو ميت تبص الملامح تلاقيه مبتسم مرتاح مش باين عليه الرعب. وفي واحد ساعة الموت يبقى هيموت من الخوف قبل ما يموت من الموت، يعني ما مش عارف هيروح فين. نهاية. في واحد بيستعد للنهاية، واحد ما بيستعدش. المهم ان الانسان مفروض يفكر في النهاية الطيبة حتى لو كانت البداية صعبة. يعني حتى لو كانت البداية صعبة، يعني مثلا الكتاب بيقول الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك. يتعب دلوقتي يستريح بعدين، ما يتعبش دلوقتي هيتعب بعدين. فلازم الإنسان يفكر ولو يتعب، ولو تكون بداية فيها تعب، عشان يصل إلى النهاية الكويسة. زي التلميذ اللي بيتعب في المذاكرة ويصل إلى نهاية طيبة في آخر السنة، وواحد عايز يستريح دلوقتي ويضيع مستقبله. زي الفلاح اللي يزرع الأرض ويتعب في الزراعة وفي شق الأرض وفي حماية الزرع من الآفات ومن الحشرات وإعطاء الغذاء الكافي والمية الكافية والعناية، وبعدين يستريح لما يزرع لما يحصد. وعلى رأي الشاعر اللي بيقول إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر. واحد يتعب ويستريح بعدين، لأن المهم في النهاية. كل إنسان حكيم يفكر في العمل هتوصل نهايته إيه. هذا الأمر كان مصير الشهداء والمعترفين، تألموا ألاما كثيرة وتعبوا وجهدوا وتعذبوا وداقوا المرار، لأنهم واضعين أمامهم هذه النهاية: أتعب دلوقتي على الأرض وأتكلل هناك في السماء. وهكذا لما تقروا كل ألام الشهداء تلاقوهم وضعوا هذه النهاية أمامهم، يصلوا إلى نهاية أفضل. وهكذا أيضا كل اللي تعبوا في الخدمة
وكل اللي شقيوا وجريوا وراحوا من هنا وهناك كلها من أجل هذه النهاية. تلاقي كاهن ولا أسقف ولا خادم يضع أمامه قول داود النبي: لا أدخل إلى مسكن بيتي ولا أصعد على سرير فراشي ولا أعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي إلى أن أجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ويتعب ويكافح ويجري ويفتقد ويحل مشاكل ويحمل هم الناس كلها فوق راسه. ليه؟ من أجل النهاية الطيبة، من أجل أن ربنا يجيله في اليوم الأخير ويقول له: كنت أمينا في القليل، أنا أقيمك على الكثير، وادخل إلى فرح سيدك. هذه النهاية. من أجل الغاية اللي يصل إليها، من أجلها بولس الرسول بيقول: جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان. وبعدين: وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الديان العادل. هذه النهاية الطيبة اللي الواحد يدور عليها. لكن واحد يعيش ساعة بساعة، طب وساعة بساعة دي توصلك على فين؟ السكة اللي انت ماشي فيها دي توصلك على فين؟ تنتهي بإيه؟ ما تقعد تحاسب نفسك وتشوف الطريق اللي انت ماشي فيه وصلك لفين، الطباع اللي موجودة عندك توصلك لفين، العادات اللي موجودة عندك توصلك لفين، نهاية الحاجات دي ايه، المعاملة اللي بتعامل بيها الناس توصلك على فين، سواء داخل بيتك او خارج بيتك توصلك على فين، اسلوبك في الحياة يوصلك على فين. انظر الى نهاية كل امر وحاسب نفسك على كل حاجة وقول: السكة دي نهايتها ايه، توصلني فين. اهو ده طريقة الانسان الحكيم وطريقة كل واحد بيكافح في حياته وبيجاهد علشان يوصل. زي ما بيقول بولس الرسول، بيقول: أسعى نحو الغرض الذي لعلي أدرك الغرض اللي من أجله أدركني المسيح. إنسان بيسعى بيكافح من أجل هذه النهاية ويضع الأبدية أمامه في كل وضع. وهكذا حتى في حياتك العادية، كل مشروع تبتدي فيه تقول نهايته ايه، كل موضوع تخش فيه تقول نهايته ايه. النهاية خير من البداية في كله. الطفولة بداية والشيخوخة نهاية، لكن بداية الطفولة مش كل حاجة، لأن ما فيهاش النضوج، ما فيهاش المعرفة، ما فيهاش الخبرة، ما فيهاش التجربة في الحياة. وما يقدرش الإنسان يعيش طفل كل أيامه، إنما نهاية أمر خير من بدايته. ابتدي ربي نفسك، ربي نفسك، ربي فكرك، ربي معلوماتك، ربي مشاعرك، ربي نفسيتك، لأن دي اللي هتصحبك في النهاية. ما تزرعه في الطفولة، في الصبا، في الشباب، هو اللي هتحصده لما تكبر، واللي هيتحول عندك في الآخر إلى طباع وعادات وأشياء هي اللي بتقود حياتك كلها. كل المقدمات تقول لنتائج، ونهاية أمر خير من بدايته. النتائج هي المهمة، المقدمات مجرد طريق في السكة. هل أنت حياتك بتهتم فيها بالمقدمات ولا بالنتائج؟ هل مقدماتك توصل لنتائج سليمة؟ اسأل نفسك. الشخص الحكيم في حياته يجعل النهاية التي يطلبها
هي الغاية الروحية السليمة، هي الوصول إلى الله، هي حياة الكمال، هي دي النهاية اللي عايز يوصل لها. ويبقى عنده خط سير نحو الكمال ماشي فيه خطوة خطوة لغاية لما يوصل. خط سير نحو الكمال يمشي فيه خطوة خطوة عشان يصل للنهاية المقصودة. لكن واحد يسلك في حياته بلا هدف، بلا غاية، بلا خطة، بلا نتيجة روحية، بلا تفكير في نهاية سعيدة، ده الكلام ده مش معقول، دي ما توصلش الحاجة. نهاية أمر خير من بدايته، والإنسان السليم اللي يخلي البداية السليمة توصل للنهاية السليمة. طب ما يهوذا خان المسيح وصلته لفين؟ يا ريته كان فكر تفكير سليم. وصلته انه شنق نفسه، وصلته انه ندم وقال اسلمت دما بريئا، وصلته ان الفلوس اللي خدتها رماها وقال مش عايزها، وصلته لفين؟ ايه النهايه؟ يا ريته كان فكر قبليه. بطرس لما انكر وسب وقال لا اعرف الرجل، ايه وصلته انه خرج خارجا وبكى بكاء مرا؟ ايه الحكايه؟ انسان مش عايز يفكر دي توصله لفين، نهايه اللي حاصل ده يوصل لفين. ده المسيح مدح وكيل الظلم لان وكيل الظلم بدا يفكر في النهايه، النهايه تبقى فين. اهو سيدي بيقول لي لست وكيلا بعد واعطيني حساب وكالتك، افكر بعد ما اخرج من الوكاله اروح فين. ابتدى يعمل حساب اخرته، حساب نهايته، ويصلح للمستقبل. والمسيح مدحه لانه بحكمه صنع فكر في النهايه، النهايه دي توصل لفين، نتائج العمل ليه. ليه شاب يقول لك ده شاب طائش او طفل جاهل او طائش؟ ليه؟ بيعمل عمل ما بيفكرش في نتيجته، ما يفكرش في نهايه الموضوع ده. ايه تلميذ يفكر يغش وما يفكرش لو اتظبط يلغى امتحانه وياخد له سنتين كده مثلا محروم من الامتحان؟ النهايه دي محدش بيفكر فيها. عيب الناس انهم بيمشوا ساعة بساعة وما يفكرش بعد كده ايه. طب ساعة بساعة دي ما تنفعش، وبعد الساعة دي يجرى ايه، بعد الساعة دي يجرى ايه. لو كل واحد بيتخانق مع امراته يفكر بعد الخناقة دي توصل ايه، لو كل واحد بيزعل مع اصدقائه يفكر بعد الزعلة دي توصل ايه، لو قسيس اختلف مع شعبه او مع اللجنة بتاع الكنيسة يفكر نهايتها دي توصل لفين، لو خدمة انقسمت على ذاتها وخبطوا في بعض يفكروا دي تنتهي بايه. هو كل واحد بس بيبص تحت رجليه، ويا ريت يبص تحت رجليه كويس، ما يبصش لقدام، ما يعملش حساب قدام. نهاية أمر خير من بدايته، شوف النهاية توصلك على فين. طب واحد يتوب النهاردة ويخطي بكرة ويعترف النهاردة ويخطي تاني، طب ونهايته ايه؟ دي هيوصل لفين ده؟ طريق التوبة امتى يوصل له؟ وطريق النمو الروحي امتى يوصل له؟ وطريق القداسة امتى يوصل له؟ وطريق الكمال اللي بيقولوا كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل امتى يوصل له؟ وموقفه امام الله يبقى نهايته ايه؟ هو بس النهارده اعمل ايه؟ طب وبعدين نهايه الحاجات دي؟ ربنا من حنانه خللنا الابديه نهايه افضل.
أفضل حاجة هي الأبدية اللي عملها ربنا، بحيث إن تكون نهاية أسعد من الدنيا. في العالم الآخر ده إذا كانت السماء الثالثة اللي رآها بولس الأشياء لا ينطق بها، أمال النعيم الأبدي ده يبقى إيه؟ ده نهاية أفضل مع عشرة أفضل. يعني دلوقتي القمح ماشي مع الزوام في حقل واحد، لكن في العالم الآخر هيبقى الخير فقط والأبرار فقط وعشرة الملائكة والقديسين فقط من المخلوقات، غير عشرة ربنا. نهاية أفضل، بل إن الإنسان يكون في طبيعة أفضل، لأنه هيقوم من الأموات بجسد روحاني، بجسد نوراني، بجسد سماوي، بعيد عن المادة، بعيد عن الفساد، بعيد عن التعب، بعيد عن المرض، بعيد عن كل الحاجات دي. نهاية أفضل، نهاية أفضل، ويعيش في الخير الدائم. لذلك الناس لما بيفكروا في النهاية دي بيعدوا أنفسهم غرباء على الأرض، ناظرين إلى المدينة التي لها الأساسات اللي صنعها وبارئها الرب، ناظرين إلى الأبدية في كل جمالها وفي كل قوتها، ناظرين إلى القيامة العامة، إلى الدهر الآتي. من أجل هذه النهاية قانون الإيمان وضع لنا العبارة دي: نؤمن بقيامة الأموات وحياة الدهر الآتي، عشان نضع أمامنا هذه النهاية باستمرار. نهاية أمر خير من بدايته. تخلي حياتك كلها على الأرض عشان إزاي تعيش وإزاي تاكل وإزاي توكل العيال وإزاي مرتبك يتمشى مع الأسعار اللي في السكة وإزاي تتكسي وإزاي تتعلم. طب ما فكرتش أبديتك تبقى إيه؟ بس طول حياتك علاقة مع وزارة التموين، بس هي دي. إزاي تأكل، إزاي تشرب، إزاي تلبس، إيه الحكاية؟ مفيش حد يفكر فيما بعد يبقى إيه، أبديتي تبقى إيه. صدقون الإنسان الذي يفكر في أبديته، العالم بالنسبة له ده يبقى كله زي صفيحة زبالة. وعلى رأي المثل اللي بيقول من قول أحد الآباء: خير الناس من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت. تطلع إيه الدنيا دي كلها؟ المهم في الأبدية اللي الواحد يفكر فيها، كل إنسان يفكر في أبديته. واحد يقول أبديتي دي لسه عليها زمن طويل، خليني دلوقتي في ساعة قلبك، وبعدين لما تيجي ساعة ربك يبقى يحلها حلال. وانت ضامن ده مفروض قلبك وربك حاجة واحدة، يبقى ربك جوه قلبك وقلبك يبقى جوه ربك، وهما الاتنين، مش يبقى قلبك في حتة وربك في حتة. دي أول نقطة. تاني نقطة، لما يكون قلبك في العالم شوية بشوية تجد محبة العالم بتجري في دمك. ده انت لما تيجي تتوب بعد كده ما تعرفش تتوب، لأن محبة العالم بتزداد كل يوم جواك، والخطايا اللي كنت بتعملها طيش بقت عادات، بقت رغبة، بقت مستعبد ليها، بقت مش قادر تسيبها. زي قلت لكم مرة قصة الراجل اللي ساعة ما مات لقوه حاضن المخدة حضن شديد كده ناقص تخش جوه صدره، وبعد ما مات فتحوا المخدة لقوا الجرشنات الفلوس كلها جوه المخدة. مش ساعة الموت بيتوب؟ لا، ده مش قادر يسيبها. أو زي الملكة اللي قالت: مستعدة أعطي نصف مملكة اللي يديني ساعة عمر. انت فكرك الانسان اللي بيتشعلق في الدنيا ساعة الموت بيتوب؟
ده ساعة الموت بيكون متشعلق بالدنيا أكتر، بيبقى حزين على الدنيا اللي هيسيبها، حزين على الدنيا اللي يسيبها. ودي نهاية؟ دي مش نهاية. ما يزرعه الإنسان إياه يحصل. تيجي في يوم من الأيام تلاقي فلان زعل منك، فلان اتضايق، لازم زرعت حاجة وصلت للنتيجة دي. تلاقي مفيش جو متصلح أمامك، لازم وصلت للنتيجة دي. حاول تمشي صح، تصطلح مع ربنا، تصطلح مع الناس، تصطلح مع نفسك من جوه، تحط أمامك نهايتك وأمامك أبديتك وتعمل لكي تصل إلى هذا الغرض، وتشتغل يوم بيوم وتقول أنا لا تشغلني الدنيا باللي فيها، أنا أنشغل بأبديتي، فهذا أفضل جدا. دي مسألة إن نهاية أمر خير من بدايته، نطلب إنها تكون نهاية سعيدة. وتفضلوا وصلوا.